هل موافق تعمل مشروع مع شريك حياتك؟ ابعت لنا رسالة على 919 أو اكتب رأيك على صفحة الراديو 9090 على فيسبوك، موافق ولا لأ؟ إيه المميزات وإيه العيوب؟ ولكن زي ما وعدناكم معانا بقى قصة جميلة، قصة حب وقصة مشروع حلوة قوي قوي قوي، وحنسمعها من أصحابها خالد وجيهان مؤسسي دار جيهان دلوقتي حالا. يلا بينا يا رغدة. يلا بينا يا رغدة. يا خالد ويا جيهان مساء الفل. مساء الفل عليكم. مساء الخيرات. منورنا ومبسوطين جدا ان انتوا يعني بتكلمونا من نوابع. احنا اكتر. قولونا بقى الحب الاول ولا المشروع؟ من مين جه الاول، الحب ولا البزنس؟ الحب طبعا. عايزين نسمع منكم بقى ازاي عرفتوا بعض وقربتوا من بعض وقررتوا ان انتوا تتجوزوا وتعملوا مشروع. اوكي، باختصار شديد جدا اتقابلنا في رحلة تصوير في سيوة. بعدها بشهرين تقريبا عملت بروبوزل لجيهان، كنا في الاردن. بعدين اتجوزنا في شهر 5، الجواز الديني في المسجد. وبعدين عملنا حفلة جوازنا احنا على البحر في شهر 6، يعني كان كله ما خدش 10 شهور تقريبا. اخدنا فيلا صغيرة جدا على البحر سيدي كرير، وعملنا سيلف بلاند ويدنج كده، احنا عملنا جمعنا حبايبنا واصحابنا وعملنا ويدنج لطيف جدا، واتبادلنا العهود بتاع جوازنا وبس، واهو اتحركنا. بس هي واضح قصة مختلفة، يعني اصلا بدايتها بداية مختلفة. انتوا اتقابلتوا في رحلة تصوير وسيوة، يعني جمعكوا حب ايه بقى، السفر ولا المغامرات ولا ايه بالظبط؟ حاجات كتير قوي. انا كنت عايشة في كندا قبل كده ورجعت مصر، كنت عايزة اكمل حياتي في مصر. وخالد شخص بيسافر كتير قوي، يسافر تقريبا اكثر من 70 دولة. فاول ما اتقابلنا في سيوة كان في سبارك كده حصل، بنتكلم نفس اللغة، لنا نفس الاهداف في الحياة، بنحب نفس الحاجات، التصوير، الفن، الشغل بايدينا، السفر، الطبيعة. فكل الحاجات دي جمعتنا على طول، عشان كده ما خدش وقت ان احنا نقرر ان احنا هنبقى مع بعض. يعني جميل. المغامرات، يعني انا حاسه كده ان حياتكم مليانه مغامرات، فلو الواحد بيحب المغامرات ما ينفعش يتجوز واحد بيحب يقعد في البيت بقى وعايز يروح شغل المكتب ويرجع، لا لازم يكون برضو شريك حياته بيشاركوا نفس الجنان ده. بالظبط، هي دي الكلمه المظبوطه، الجنان. طيب ان انتوا تاخدوا قرار بقى، لا احنا خلاص اتجوزنا وكمان مش عايزين نعيش في القاهره، احنا ماشيين وهنروح نويبع، مين اللي شجع التاني اكتر؟ القرار ما كانش تحديدا لنويبع، بس احنا كنا عارفين ان احنا مش عايزين نعيش في المدينة الزحمة والسقية اللي بتدور من غير توقف، من غير طائل في الاخر. فكان عملنا رحلة، خدنا عربيتنا ولفينا تقريبا مصر كلها، شفنا ايه اكتر اماكن احنا مرتاحين فيها وفيها فرص وفيها طبيعة تسمح لنا نكون فيها على طبيعتنا اكتر، نتصل اكتر بالحاجات اللي احنا عايزين نعملها. ونويبع كسبت الرهان. وبقى طبعا بسبب جيهان اسكندرانية، فالبحر بالنسبة لها حاجة مهمة جدا، لازم تبقى جنب البحر. وجينا وعملنا دار جيهان هي مزرعة ومساحة للفنون، عملناها انا وجيهان تقريبا من الصفر، يعني حتى الانفراستراكشر احنا اللي حفرنا وعملناها. فالموضوع هو مشروع حياة اكتر ما هو مجرد مشروع تجاري او بيزنس. يعني ده كأنه بيتكو كده بالظبط، وانتوا حاولتوا تدخلوا كمان فكرة البيزنس فيه. بالظبط. هي الأساس كان ان احنا عايزين نعيش طريقة معينة، بطريقة بسيطة، بطريقة طبيعية، ونقدر ان يبقى عندنا المساحة والوقت اللي نقدر نعمل فيه الحاجات اللي بنحبها، اي مشغولات يدوية، اي خشب، اي نحاس، اي حاجة بنلاقيها بنشتغلها. فكنا عايزين المساحة اللي تسمح لنا نعمل الكلام ده. وطبعا كان لازم نطلع من المدينه، يعني بالتلوث والدوشه والحياه السريعه اللي فيها عشان نقدر نحقق ده كمان. طب الاهل والاصحاب كان رايهم ايه بقى؟ يعني كانوا مشجعين، كانوا رافضين، كان عجباهم الفكره ولا ايه اللي حصل؟ يا مجانين. بس احنا عشان قصه جوازنا كمان برضو بالنسبه لهم كانت حاجه مش يوجوال اللي احنا عملناه. احنا عملنا مثلا كل عفشنا بنفسنا، يعني احنا حتى جوازنا كان غير تقليدي بالنسبه لناس كتير، فهم اتعودوا على الجرعات الافكار المختلفه دي. فقال لك لا خلاص، جود لك يا جماعه، احنا معاكم في ده، انا هجيب الخشب واعمل انا السرير واعمل الدولاب، ويعني عملته كده فعلا. ده عملنا كده فعلا. واخدت وقت قد ايه بقى علشان تقعدوا تجهزوا البيت بايديكم؟
ولا حاجة. ما يعني احنا قعدنا في القاهرة كنا سنة ونص تقريبا، السنة ونص دي كنا خلصنا كل حاجتنا والدنيا جميلة جدا. انا كنت بشتغل في القطاع الخاص في الفترة دي، بس كان برضو عارفين نوفق يعني، خدنا البيت بتاعنا في المعادي جنب الشغل بحيث نقلل وقت الكوميوتنج، وقت الزحمة، وقت طبعا الحاجات دي كلها، فيبقى عندنا وقت اكتر للعلاقة بتاعتنا، ان احنا نبقى مع بعض. ده الهدف، مش ان احنا كل واحد فينا في حتة. دي حاجة مهمة جدا، وده اللي يخليني برضو اسألكوا، بعد ما عملتوا بقى دارجان وبقى مشروعكوا وبقت حياتكوا في نويبع، اخبار الاختلافات ايه بقى، ومين يا ترى اللي يعني بيبقى حابب مثلا انه شوية رأيه يمشي اكتر، ولا متفقين مع بعض دايما؟ لا طبعا مش ممكن يكون شخصين متفقين مع بعض دايما، خصوصا ان احنا عايشين مع بعض 24 ساعة وبنشتغل مع بعض، فاكيد طبعا في اختلافات. احنا الميزة فينا ان احنا كل واحد في شخصيته حاجة مختلفة مكملة للتاني. يعني انا مثلا بحب دايما الحاجات البلانينج، ان انا ابص على الصوره كده من بره كلها اشوف الدنيا رايحه فين، وخالد في التنفيذ بيحب جدا ياخد حاجه وينفذها من اولها لاخرها، فده بيساعدنا كتير. طبعا في اوقات بنختلف في الراي لان احنا طريقتنا في التفكير مختلفه، بس يعني بعد شويه خناقات صغيره كده بنوصل، يا اما واحد فينا بيسيب التاني يجرب، وبعد كده لو طلع غلطان بيقول له شفت انا قلت لك، شفت كلامي صح. أيوة. انا كلامي صح. مين اكتر واحد بيطلع كلامه صح؟ جهان طبعا. ده اعتراف، اعتراف على الهوا اهو. برافو جدا. رشوه في ايده حسيت. مع عيد الحب بكره بقى وكده، فلازم الدنيا بقى. كل سنه وانتم طيبين. سنه وانتم طيبين. طب عايزينكم بقى تكلمونا اكتر عن الورش الفنيه اللي في دار جان، وازاي لو في حد نفسه يعني ياخد الورش دي يعمل ايه، ويعني ايه المتاح عندكم دلوقتي، والورش كمان الجديده اللي انتم بتقدموها. اوكي، في الاول هي الورش الفنيه اللي عندنا هي جايه نتيجه ان جهان اصلا فنانه تشكيليه، فبتبعيها لازم انتجريت الارت في حياتنا، فبدانا بالحاجات اللي احنا بنحب نعملها الاول، وبدانا نتوسع. يعني بدانا بورش بنعلم فيها الفخار، الفخار المصري القديم، الجولري المصري القديمه، وبعدين الخزف الحديث والسيراميك وير الجديد. بعد كده بدانا بورشه الرسم بالزيت، ورشه النحت، وبدانا كل شهر تقريبا عندنا ورشة جديدة نوع فن جديد، الموزايك. جهان كمان ممكن تكملني في المحتوى الجديد بتاعنا. وعندنا كمان جزء تاني له علاقة بالحركة، بالرقص، بكتابة الأغنية، يعني أي نوع من الفن بالضبط. وفي كمان اتجاه بالنسبة لنا مهم جدا، ان احنا نخلي الناس يبقوا ياخدوا يرجعوا الاتصال بجسمهم. يعني احنا عندنا ورش عمل مثلا لها علاقة بالعلاج بالرقص والحركة او بالفن عموما، ودي حاجة جميلة بتخلي الناس يرجعوا للحاجات الحقيقية في حياتهم، ازاي يبقوا طبيعيين اكتر، متناسقين مع نفسهم اولا عشان يبقوا احسن مع اللي حواليهم كمان. فدي من الحاجات اللي بنشتغل عليها الايام دي كتير قوي، والحمد لله يعني في ورش بدأناها، وفي ورشة جاية ان شاء الله في مارس عشان عيد الام، هتبقى بس للستات، فدي هتبقى اول مره نعملها بس للستات والبنات، ويعني احنا مستنيين بفارغ الصبر، هتكون خاصه بالفن برضو، هتبقى لها علاقه بالفن، هتبقى لها علاقه بالحركه وبالرقص وبالتمثيل، ودي طريقه يعني متبعه بره وهنا موجوده برضو في مصر، بتخلي الانسان يلاقي العلاقه بينه وبين جسمه تاني وبين البيئة اللي حواليه كمان. بس جميل جميل، ما ننساش ان الورش هنا عندنا بتبقى انتوا بتيجوا بتقعدوا 3 ايام في دار جام، يعني الحياة كلها. انا كنت لسه اسال على الموضوع ده. فهي التجربة احنا بنسميها حتى اكسبيرينس او تجربة، يعني هي مش ورشة عمل، هي تجربة. فانت بتيجي بتقعد 3 ايام، الاقامة بالكامل بتبقى في دار جام، الحياة بتبقى مختلفة تماما، لان خلاص مش وراك بقى ركنة لازم تطلع تاخد العربية وتلحق تجري قبل الطريق دائري ما يقفل. لا، انت مفصول تماما وسط الواحة، بعيد عن التكنولوجي والموبايلات وحياتنا التقليدية اليومية دي. على فكرة عندنا هنا شبكة، وشبكة ممتازة عندنا. بس احنا بنكلمكم دلوقتي. انا قصدي يعني استخدامنا اليومي التقليدي ليها. بالظبط، بس ما حدش بيمسك تليفونه هنا، الناس بتبقى قاعدة بيتكلموا مع بعض. ايوه طبعا، جنب البحر بقى، عايز استمتع بكل لحظة مع البحر والسماء، يعني اكيد الموبايل ملوش مكان يعني فعلا. طيب احنا عاوزين نعرف كمان مين اللي اختار اسم دار جان؟
ده كان شغل برضو ما بيننا احنا وبين اصدقائنا، يعني قعدنا نفكر كلنا مع بعض وكنا عايزين حاجة اسم تعبر عن اللي احنا عايزين نعمله. المكان ده كان عشاننا بس عشان كمان كل الناس اللي زينا اللي نفسهم يعيشوا بطريقة معينة وعايزين يقدروا يبقى لهم تواصل مع الطبيعة اللي حواليهم، فعشان كده كنا عايزين نسميه دار. الدار هي المكان اللي بيلم الاهل والصحاب، اي حد بيروح دايما يبقى مفتوح له الباب. وجان هخلي خالد بقى يشرح جان دي. انا ما كنت في ارمينيا، كان كل الناس هناك بتكلمني خالد جان، بيحطوا دايما كلمه جان بعد الاسم او رغده جان، او يعني فاهمين دايما بيفترضوا ان انت انسان جميل حتى قبل ما يعرفك. فانا لما جيت بعد كده قابلت جيهان، فانا ما بحبش اسماء الدلع، فانا بس كان لازم اعمل لها اسم ليها يعني، فقلت لها جان جان الجميله يعني. وبعدين اكتشفنا ان كمان جان في الفارسي معناها الحياه. الله، ده اسم قوي. جميل قوي 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 فعلا، دار الحياة دار الجمال، وقريب من جيهان برضو. يا جيهان ايوه ما هو النيك نيم بتاعها خالد وجان، خالد أيوة. وجيهان بالظبط. فبإدار جيهان، وهو ده كل ما يتعلق بالاسم او بيدور حوالين فلك الاسم. قصتكم جميلة قوي وحلوة قوي، وبجد يعني احلى قصة ممكن يعني نسمعها في عيد الحب 14 فبراير 2021. وانتو كمان كل الحب والسعادة يا رب، كل سنة وانتو طيبين ودايما ايامكم تبقى جميلة وتستمتعوا بحياتكم الجميلة كده ان شاء الله. وسلامنا للبحر في نويبع. أيوة. وانتو طيبين أكيد. اكيد ان شاء الله. شكرا، كل سنة وانتو طيبين. شكرا لكم. شكرا، باي باي.